أكثر من 10 مرات تدخل رئيس الغرفة القاضي ديفيد راي مقاطعاً محامي الدفاع عن بدر الدين أنطوان كوركوماز الذي كان يستجوب الرئيس فؤاد السنيورة في مواضيع عدة من سوليدار وويكيليكس مروراً بموضوع التمديد للرئيس لحود والضباط الأربعة. القاضي راي طلب غير مرة إلى المحامي كوركوماز تقصير الأسئلة المطروحة على السنيورة الشاهد، لا سيما حين استشهد كوركوماز بفقرة من كتاب صدمة وصمود للوزير السابق كريم بقردوني حول موضوع صوغ كنعان واللواء جميل السيد لقانون 2000، ما أثار امتعاض السنيورة وتدخل القاضي كاميرون. ألا ترى في هذه الفقرة ما يناقض ما قلته في المرة الماضية، أن النظام الأمني كان دوما معارضا للسيد الحريري وكان يشن حملة بروباغندا لإفشاله في الانتخابات، وهنا لدينا ما يناقض ذلك، ما رأيك بذلك؟ أول شيء أنا لم أقرأ الكتاب. ثانيا اسمح لي بكل تواضع أن الاستشهاد بكريم بقردوني لا يضيف شيئا على الإطلاق، فيعني هذا بيحكي من وجهة نظر يمثلها، ففي ذلك أنت مخطئ كل الخطأ على الإطلاق. فبأيام غازي كنعان تعرف كم محاولة جرت من شان ضرب هيبة الحريري وضرب شعبية الحريري واعتقال الكثيرين ممن كانوا على علاقة بالحريري. أود أن أعترض على طريقة مقاربة ذلك مع الشاهد. ابتعد السيد كوركوماز عن إفادة هذا النص في طريقة الاستجواب المضاد وبدأ يجادل الشاهد حول ما كتب في الكتاب، وبرأيي هذا يتخطى الخطوط الحمر. ملاحظتي هي التالية: السيد كوركوماز، هل لك أن تقصر الأسئلة؟ لو كانت الأسئلة أقصر ومحددة فنستطيع أن نحصل على جوابا وننتقل إلى سؤال آخر. السنيورة دافع بشدة عن مشروع سوليدار ورأى أنه لو لم تقم سوليدار لكانت المنطقة لا تزال مرتعا للموبقات والإجرام. استشارني الرئيس الحريري: ما رأيك يا فؤاد، هل أستثمر بهذا المشروع؟ قلت له: قد يكون من الأفضل أن لا تساهم. قال: يمكن، معك حق، ولكن دعني أقول لك بصراحة، إذا لم أستثمر في هذا المشروع فلن يقدم أحد على الإطلاق على المساهمة به، وبالتالي سوف يفشل المشروع ولن يمكننا أن نبني مدينة بيروت. أنا على أي حال سأستثمر بهذا المبلغ، وتكون مردود هذا الاستثمار هو لصالح الأعمال الخيرية التي سأقوم بها. وكان السنيورة في جلسة ما قبل الظهر قد تحدث عن اجتماعات عدة بين الرئيس الشهيد رفيق الحريري والأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله، مع أن الحريري كان معارضا للتمديد وحزب الله كان مؤيدا له. حزب الله لم يؤيد يوما الرئيس الحريري ويقترحه خلال المشاورات النيابية على مدى جميع الحكومات التي ألفها الرئيس الحريري، ولم يعطيه الثقة أيضا ولا في مرة من المرات، ولكن كان هناك حرص دائم على الحديث والتعاون. وفي كلمته الأخيرة شكر السنيورة للمحكمة على جهدها الكبير الذي تقوم به لجلاء الحقيقة، على أن تستكمل المحكمة استجوابه في موعد لم تحدده بعد.